السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمر إلى التمرين 4 صفحة 192. عندنا أداة إحداثية 2 ناقص 1. أولا لنحدد إحداثيتي ب بحيث المتجهة أ ب عند الإحداثيات ناقص 5 2. إذا هنا كاين إحداثيات غير ديال أ وديال المتجهة أ ب، بغينا الإحداثيات ديال النقطة ب. إذا هنا غنطبقوا القاعدة، نعلم أن عندنا أ ب الإحداثيات ديالها هما إكس ب ناقص إكس أ، إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ. أي غنعوضو هنايا الإحداثيات اللي معروفين، إكس بي مكايناش غادي نخليها، إكس أ هي 2، إيكغيك بي مكايناش غادي نخليها، إيكغيك أ هي ناقص 1. أي نبسطها مجددا، إكس بي ناقص 2، إيكغيك بي زائد 1. ولدينا عندنا هاد أ بي كاينة الإحداثيات ديالها هي ناقص 5 2. شنو كيعني هذا؟ وهذا يعني أن شنو كيعني؟ كيعني بلي أن هنا هاد الإحداثيات تساوي هذه وهاد القيمة تساوي هذه، يعني أن إكس بي ناقص 2 تساوي ناقص 5، إكغيك بي زائد 1 تساوي 2. أي هنا إكس بي تساوي ناقص 5 زائد 2، نحيدو هادي نرجعو لهنا، و إكغيك بي تساوي 2، هادي نرجعو لهنا هي ناقص 1 تساوي ناقص 3، وهنا 1. ومنه عندنا النقطة بي ذات إحداثيات إكس بي كيساوي ناقص 3 و إكغيك بي يساوي 1. بنفس الطريقة السؤال الموالي، نحدد السي بحيث السي أ تساوي. إذا نعلم أن نكتب الكتابة المتجهية، الإحداثيات ديال المتجهة سي أ هي إكس أ ناقص إكس سي ناقص فاصلة إكغيك أ ناقص إكغيك سي. أي غادي نعوض هنايا بالقيم اللي معروفين، إكس أ هو معطية هنايا هي 2 ناقص إكس سي، و إكغيك أ معطية هي ناقص 1 ناقص إكغيك سي. إذا هنا ولدينا شنو عندنا؟ عندنا هنا المتجهة سي أ كاينة الإحداثيات ديالها اللي هما 2 3، وهذا يعني أن كيعني بلي أن عندنا 2 ناقص إكس سي تساوي 2، واحد أو ناقص 1 ناقص إكغيك سي تساوي 3. أي إكغيك سي أو ناقص إكغيك سي تساوي 2 ناقص 2 تساوي 0، وناقص إكغيك سي يساوي 3 ناقص 1 تساوي عفوا تساوي 3، 3 هاد ناقص رجعي تولي زائد 3 زائد 1 تساوي 4. أي أن هنا النقطة، إذا نبسطو هاد إكغيك سي، إكس سي تساوي 0 و إكغيك سي تساوي أننا ولدنا 4، غتعطينا هنا ناقص 4. بالتالي النقطة سي ذات إحداثيات 0 ناقص 4. غنمشيو نوصلو النقطة أ، أ ذات إحداثيات 2 1، إكس يساوي 2 إكغيك يساوي ناقص 1 عفوا ناقص 1. إذا هذه هي النقطة أ. النقطة ب ذات إحداثيات ناقص 3 1، إكس يساوي ناقص 3 ناقص 3 1. إذا هذه هي النقطة ب. سي 0 ناقص 4، إكس يساوي 0 إكغيك يساوي ناقص 4، إذا إكس يساوي 0 إكغيك ناقص 4 هي ناقص 4، بالتالي غتكون هنا النقطة سي 0 ناقص 4 هي إكس، إذا إسقاط ديالها على الأفاصل يساوي 0، هذه النقطة سي. شكرا على المتابعة.